latest haircuts and hairstyles 2019 في استمرارية للبوب كات. إذا كانت البوب كات لشعر قصير، لشعر طويل، لشعر مجعد، لشعر مالس، دايماً في تاتش خاصة لازم ننتبه لها. وقبل ما حدا توير ديس كات ونخليكم تكونوا أنتوا السباقين، بدنا ناخد ستريت لاين ما بين الإير والجو لاين. يا بيكون هالستريت لاين بهالحدود الكات أو بطوطة لحد الشولدر، وبيكون بعدنا عم ناخد ستريت لاين ما بين الأذن والجو لاين وعظمة الفك، أو رح يكون thin ends أو بيكونوا thick ends أو بيكونوا sharp ends. يا بيكونوا كتير مقصوصين straight أو بيتخفف الأنز منهم بشكل نعطيهم نعومة أكتر ليعطوا warmth للوجه. رح نبلش اليوم مع اتصالاتكم لكل الأمور يلي بتهم جمالكم. وبالبداية كيف فينا نتعرف على شكل الوجه يلي بحاجة نقص شعرنا تبعاً لإذا كان مبروم، مربع، دايموند، أوبلون أو مستطيل أو أوفل؟ هالإشياء طبعاً لإلها رح نختار البوب كات. خلينا نبتدي نشوف مع الصور يلي رح تظهر على الشاشة لحتى نتعرف أكثر وأكثر كيف نختار. وأنا من الأشخاص يلي كنت دايماً غير اللوك لشعري طبعاً للموضة، وبذات الوقت يلي بيلبق للفيس شيب. وطورت هيدي الاشياء مع سنين وحافظت على اللونج هير كات. اما اذا كان شعرنا قصير وحابين نتبع للهير كات يلي بتليق للراوند شيب، بنشوف هون انه الوجه المبروم بليق له اكثر الشعر الاقصر. واذا كان الخيار للشعر القصير هيك فينا نعمل ستيتمنت بالميك اب العينين والبلاش، نقدر نغمق أكثر باتجاه عظمة الفك لحتى تكون أغمق، لحتى نقدر نعطي اللوك أكثر للشعر لما بنكون عنا وجه مبروم. ولكن خلينا ننتبه دايماً إذا كان الأذنين كتير ظاهرين، خلينا نتوقع الشعر القصير كتير لأنه بيظهرون أكثر. إذا كان شكل الوجه عنده طابع أوبلونج أو لونج، هون كمان بدنا نفكر بشكل الهيركات يلي رح نتبعه. عم شوف بهالهيركات، عم شوف ستايل خاص، عم شوف الوجه عم بقدر أعطيه حجم معين يلي هو بيساعد الوجه الطويل انه يقدر يعطيه اكثر فوكري. لما بنكون ما بيكونوا كثير شارب البوب كات، في ثينينج للاندز بشكل كثير ناعم، ولكن بقيه البوب كات هون مثل ما عم نشوفها من الخلف قصير ومن الامام اطول، يعني عم يتاخذ دائما الشعر اقصر من الخلف وأطول باتجاه الأمام. هيدا الشيء بيساعد تكون الترند عم تختلف، إنه يا بتكون كتير ستريت يا بيكونوا زيت الطول أو بيكون عم يتخفف من الأنز ليكونوا أنعم مثل ما سبق وابتديت بالحلقة. عم نشوف بهالشيب ليه الوجه بيختلف الشعر فيه، مش بس الهيركات، هو حتى لون الشعر له تأثير لما بنكون نحن عم ناخد شكل الوجه يلي هو دايموند. الدايموند هون عم نلاحظ انه دايموند فيس كل ما يكون الغرة أطول وكل ما منشوف انه لايرز طبيعية، كل ما الدايموند فيس يعطيه جمال، لأنه دايموند فيس منلاحظ انه في هايلايتينج بالمعالم الوجه دايما بتساعده، يلي هي التشيك بونز، يلي هي عند التشن، عند الفورهيد. حلو انه ما نتركهم مضويين وحدهم ويكون الشعر كتير اقرب للوجه لحتى يكون عنا اللوك يلي نحن بنتوخى انه يكون عنا المظهر اللي بيليق لشكل الوجه. طبعا بالاشكال الوجه يلي اخترتها
أخذت الأوفال يلي أنا ميل لإله كتير، ويلي لما بيكون عندي ميك اب بستمتع بمكياج وجه الأوفال، وبحاول إنه أعطي الوجه شوي أوفر لوك بطريقة الميك اب، بطريقة الكونتورينج، ولكن بيبقى الفوكري ما بين الأوفل والفوكري هو الأجمل. منشان هيك الأوفل منجرب نعطيه لوك فوكري أكتر من خلال هالقصة يلي طبعاً عم نشوف دايماً في البوب كات يلي شفناها بكل مراحل السنين استمرارية هالهير كات. ولكن هون في نوع منشوف انه منه كتير ستريت الشعر، عم ينعطى فوليوم، عم ينعطى شوي ويفي للكات لحتى يكون الوجه عم نقدر نخفف من قوة الأوفل لوك لحتى نعطيه بوكاري أكتر، مع انه الموضة باتجاه انه نطول التشن، نطول الذقن لحتى نعطي الأوفل شيب أكتر، ولكن مع التشيكس بيكونوا ممتلئين. ولكن مثل ما عم نشوف هون التشيكس عاليين، التشن طويل ومحدد، عطى هالكات جماليات. أنا كستايلست لما بختار أي هير كات دايماً بنتبه للوجه، إذا كان دايموند، إذا كان هالشيب السكويرش، دايماً بختار القصة يلي بتقدر ما تحافظ على الشيب بقوة، وخاصة بالأوبلونج. عم نشوف بالأوبلونج كأنه الوجه لا مدور ولا مربع ولا طويل ولا مستطيل، هالشي هيدا ما بيعطيه جماليات إذا ما كانت قصة الشعر عندها تحديد لمعالم معينة يلي هي من خلال الغرة الفرنج. هون منشوف الفرنج قدي بتساعد انها تعطي للوجه جماليات، انها تعطي ستيتمنت من خلال عودة الغرة يلي عم نشوفها منا كتير ستريت، منا كتير محددة، فيها تكون على الجنب او على النص او دايركت، ولكن دايما في ليرز ناعمة، وصولا للأذن انه تكون في امتداد للفرنش لحتى تكون أجمل وتساعد الوجه أنه تبرز له معينه بشكل أجمل. أشكال الوجه على اختلافها، دايماً منفكر نحن أنه أنا إذا كان عندي شكل يلي هو شكل القلب يلي هو الهارت شيب، الهارت شيب بيساعده كتير كتير أنه نقرر ألوان الشعر طبعاً للهيركات يلي ما منحدد فرق الشعر يلي مش عالنص مش عالجنب، منجرب نعطيه هيك جنون اللوك بالقصة يلي عم نشوفها من خلال هالهيركات يلي هي لإلي هي الأجمل للسنة، لأنه عم حس أنه ما في كتير تحديد للقصة بالشكل يلي كنا عم نشوفه خلال سنة 2018. الألوان الشعر الغامق وبيرجع بيطلع البلاتين بحليه كتير وبيعطيه جماليات. وأنا هون بقولكم أنا من الأشخاص يلي بحافظ على لوك يلي هو الفوكري من خلال الشعر الطويل، من خلال الويفز، أو يلي خليت كمية الشعر إنها تضل عندها حجمة، لأنه بعتبر the fur of the look هو الشعر، بعتبر تاج الجمال هو الشعر، بدنا نحافظ عليه. ولكن الكمية مش بالضروري انه خففها، ولكن بعمل layers ان كان باتجاه اي قصة بكون عم باخدها، بجرب دايما خفف باللايرز يلي بكون عم باخدها من خلال اني ما اعطي اللوك يبقى كتير ستريت. رح فرجيكم قصات كتيرة انا اخترتها لإلكم لتشوفوها من خلال الاشياء يلي بتحافظ على مهما كان شكل الوجه. فينا نختار هالنوع من القصات يلي بتقدر كل سيدة انها تختارهم and to wear them safe، لأنه بحافظوا يعطوها هيك جماليات. هون الغرة اللي حكينا عنها يلي هي منا قصيرة، وبذات الوقت الشعر منه محدد كتير. عم نرجع نشوف الفرنش يلي حكيت عنها، وبذات الوقت
أنا هالهير لوك بحبه كتير لأنه الويفز طبيعية، لأنه الشعر طبيعي، لأنه الفرق عم بيكون عم بيحافظ على شوية أوبلونج أكتر من خلال هالتسريحة اللي سبق قلت لكم thinning the edges، يعني كعب الشعر لما بيترفع بيتخفف عم بيكون حلو. هالهير لوك أنا ما كتير بحبه، بيعطي شوي ويك، ولكن it's the trend. بحب أكتر هيدا الستايل يلي بيعطي السيدة إنها تكون عملية وبذات الوقت إنها تكون تحس حالها within the fashion، هيك بتحس حالها إن. والألوان كتير مهم دايما ناخد بعين الاعتبار الغامق من الداخل والأفتح من الشعر لما بيكون بنهاية كل أنس للشعر. عم تشوف هون different lengths للشعر، هيدا اللينكس حلو كتير السنة لأنه أنا بفكر أنه قربنا يجي الصيف، بدنا نخفف من القص القوي وما بدنا كتير نتعب الشعر لما بيكون كتير ستريت وكتير عم نجرب نعطي ستايل كتير محدد بنزهق شوي. هيدا هاللوك شوي بيعطي freshness for all occasions، إن كنت بالنهار أو بالليل، وصولا لفصل الصيف بحس الشعر عنده طبيعته عنده جمالياته. اختيار الهير كات لما بكون بالبداية قصيت على كتير شارب وعم ملس بقدر غير بالستايل، من هون عم لاحظ من خلال هالستايلين كيف زيت القصة لما نعمل شوي مور كيرلي مور ويفز قدرت تعطي نيو ترند أكتر وجماليات لحجم الوجه يلي هون عم بيكون رون ويعطيه شوي فوكري. الألوان تختلف، المواسم تختلف، ولكن نحن نعرف شو بيلبق لنا ونختار الأجمل لنفسنا يلي هو بيساعدنا إنه ما تكون على حساب الشعر وتغيراته. منلاحظ من خلال هالهيركات يلي هي عم نحس الشعر طبيعي وطبيعي جدا حتى لما منكون قاصين بهالألوان يلي عم نشوفها الغامق والتيبس أوف ذا هير بلاتين من أجمل الألوان يلي معقول اختار صورة لإلكن حتى لما منروح شوي لللوك القديم يلي بعد في استمرارية من خلال هالهيركات للون الأحمر يلي سبق وحكيت بالحلقة الماضية أنه في بعد كتير اتجاه نحو هاللون الشعر لأنه في وورمز في دفء وللبشرة يلي بحاجة له، هي البشرة الفاتحة وهي البشرة يلي موستلي في عندها شوية نمش ويلي بتقدر تستخدم البرونز مات. أنا من الأشخاص يلي غيرت كتير بالهير لوك ودايما كنت محترمة طول شعري، ولا مرة أثرت على طول شعري بكل الهير لوك يلي رح تشوفون يلي دايما بطل من خلال هالشاشة على الام تي في بديفرنت ستايلز، ولكن مع المحافظة على صحة الشعر. ألوانه عم تختلف هون بين الكابر والأنز يلي هني الكابر الفاتح، وبذات الوقت عم بتكون التغيير من خلال اعتماد اللون يلي كان هون بني محمر، وكان التست انه حبيت حالي ولكن بيعطي شوي اكبر وبيعطينا شوي كأنه منتعود كتير على حالنا، منتعب بالألوان يلي فيها حمار برغندي او أوبيرن. من خلال الويفز فينا ننفخ الويفز، في لكم انه الغرة من الاشخاص يلي انا بحبها، ولكن تاخد نص حجم الشعر وبيبين الشعر كأنه خف كتير لأنه تنعطي غرة جميلة لازم تكون عبية، لازم تكون موزعة على كل الشعر لحتى تحافظ على شكل الوجه يلي سبق وحكيت عنه. من خلال هالقصة يلي هلأ عم تشوفوها هي الأحب لقلبي، هي استخدمت هالقصة لمدة 20 سنة ما كنت غير، وكان الاتجاه نحو الغرة يلي بتاخد هيك نوع من الاتجاه نحو سايد ويفز وبتكون شوي الترمد مع الشعر لحتى تكون عم تاخد كل اتجاهاته. ومنشوف كتير اكترسز اخذوا هيدا اللوك وتبنوه.
لما منروح ستريت بهالنوع من القصة وكأنه غيرنا. وهون بين الكابر والجولد غيرت لون الشعر لحتى أقدر أوصل للبلاتين. كانت الألوان عم تعطي جمال أكتر لما الكابر امتزج مع الجولد، ولاحظنا أنه عم يتغير دايما اللوكس. وهون لما منروح little bit shorter مع الترند يلي هي كنا عم نحكي عنها قصة الغرة، وأنا هون اخترت لكم صورة عمرها تقريباً 10 سنين لتشوفوا أنه اللوك عم يرجع وعم بيعاود حاله. خلال هالسنين كنت عم فرجيكم صور مختلفة، كل صورة إلى السنة المحددة فيها لحتى نشوف أنه في استمرارية لشو بيليق لألنا، للحجم الشعر يلي دايماً عنده حجمه، للناتشوراليتي لما منعوزها من دون ما نصفف الشعر، ولا كتير اشياء بتخلينا نحب حالنا فيها لما بيكون عنا شعر طبيعي وصحي. انا من الاشخاص يلي بحب الكابر من وقت للتاني ممزوج مع البراون ومع البلاتين يلي بيعطوا وورمز، وهالالوان منا صعبة لكتير ستايلز. هون عودة للون المحمر شوي الغامق يلي سبق وقلت انه هاللون بحاجة لميك اب كتير، ومن الصعب نتبنيه لوقت طويل لانه بيعطينا شوي هيك كأنه the change لازم تكون سريعة، والاختيار كأنه ليوم او لأسبوع او لشهر. بهاللوك بقدر اقول الويفز مهمة كتير، تعطينا جماليات، نحافظ على حجم شعرنا واللون المضوي يلي بيقدروا الويفز لما بنكون عم نعطيهم هيك كيرلز حلوة، وبذات الوقت اللمعة بالشعر تنحافظ عليها. بدنا نحافظ على صحة الشعر يلي هو الأهم. رح ابتدي أخذ أول اتصال. ألو ألو، نقطع الاتصال ولكن بدي اقول شيء كثير مهم. الو الو الو، بونجور مدام ليلى. بونجور، معك ديما. اهلا ديما. بدي اسالك، ينعاد عليك اول شيء. وعليك ديما. انا بدي اسالك، انا هيك وجهي صغير، نعم، ودائما كان شعري طويل، نعم، وشعري كيرلي. هلا هيك من بعد ما كبرت شوي قررت قصه قصير، عم بحسه انه هيك يمكن احسن ولبق لي اكثر، بس كل الناس عم بتقول لي رجعي طوليه، فما بعرف شو بتنصحيني. انا بدي اقول شيء كثير مهم، الشعر الطويل اذا قدرنا نعرف هاو تو ستايل ات، دايما هو يلي بياخد النجوم الاكثر، يلي بينحط له علامات اعلى، يلي بياخد 5 ستارز باي لوك بنتبناه. ولكن اذا الوجه ضعيف كثير مش مفروض فينا انه نفكر انه الفوليوم بيعطي جمال اكثر، ايام الليس بيعطي جمال اكثر، ايام الشعر الطويل بيعطي جمال اكثر. اما الشعر القصير اذا كان الوجه ضعيف ومبروم اكيد الراوند فيس بليق له هون انه يكون شعري قاصر. انا بتمنى انه اشوفك، ولكل يلي بيشاهدوني على شاشه هالمحطه العزيزه على قلبي، مقدم لك اني ساعدك اعمل لك ريلوكينج لاختيار الهير كات. اما بالنسبه للهير كات تبعا لصحه الشعر، اذا كان الشعر ضعيف وقررت اخذ البوب كات، هون بنعمل ثينينج للايدجز، يعني بيتاخذ قصير من ورا طويل من قدام، وبيتخففوا الايدجز وكانه نحن عم نتبنى لوك لشعر اخف مش شعرنا الاخف. ولكن لحتى تكون اجمل من المفروض انه نستعمل البيجوديم بالمنطقه يلي هي على السكالب من هالاريا، ونتركهم لبضع دقائق ونرجع نفك هالبيجودي وبينزل الشعر طبيعي مبروم. اذا كان الشعر عم بيكون على جنب كمان زيت الشيء، باخذ هالويفز لورا وبحط بيجودي. رح اخذ اتصال ونتابع. الو الو الو، بونجور، اهلا وسهلا في، يحكي مع مدام ليلى. تفضلي، انا عم بحكيك. الو بونجور. بونجور مدام ليلى. تفضلي.
تفضلي. نعد عليك مدام ليلى. وعليك وحياتك. أنا بدي أسألك. تفضلي معك مدام أشقر. تفضلي مدام أشقر. وحياتك بدي أسألك. أنا شعري من قدام كتير عم بهر، راح يصير يعني مثل القرعة. نعم. قدي عمرك؟ عمري بالستين. نعم. إنه الشعر يخف من الأمام هو تبدلات وتراجع بالهرمونات وبذات الوقت، حالة طبيعية عند بعض الناس يلي عندهم هالباترن يلي بيختلف عن غيرهم، إن كان وراثيا إن كان من خلال الاهتمام الزائد بالشعر وتغيير ألوانه والبرشنج يلي مكثف مع السخن على طول على هالمنطقة بخف الشعر. خلينا نجرب إنه ننعش الشعر ونتبنى اللونر هيركات. هاللونر هيركات هي قصة على القمر، يلي هي شو معناتها على القمر؟ مش حنكون على القمر، حنكون عم نختار الكالندر يلي هي بتروح باتجاه الديتس القمرية يلي بيكون القمر فيها عم يكتمل. وهالاكتم كل ما يكون قرب القمر يكتمل كل ما تكون الانرجي عالية، ومنكون عم نساعد الشعر انه يرجع يستعيد قوته متينته وصحته. هيدا الشيء أنا بقوم فيه من أكثر من 20 سنة واختبرته على نفسي وعلى الآخرين وكانت النتيجة جيدة جدا. بتمنى عليك ما تقربي سخن كتير على شعرك من هالمنطقة، وتجربي تنشفي بمنشفة ويكون السشوار بس على الأنس من الشعر. رح ياخد الاتصال ونتابع. ألو. ألو. أهلا. ألو. أهلا، عم بسمعك. أنا اسمي فرح. أهلا فرح. عليك. وعليك يا رب. أنا عمري 19 سنة ولاحظت أنه شعري عم يهر كتير. أنا من زمان كان كتير عابي، مش بس أنا، وفي كتير من رفقاتي، فشو الحال؟ في أمور كتيرة بهيدا العمر لازم ناخدها بعين الاعتبار، هو بنية الشعر يلي بتبين بسن الرشد، يلي بداية أول دورة بتكون للفتاة، يلي فيها كمان إذا في نقص بالمعادن أو بالزنك أو بأمور كتيرة هي أحد الأسباب لتراجع الشعر بمرحلة مبكرة. وهون ضروري يكون في فحص مع الطبيب، تاخدي كل الفحوصات يلي بتساعدك تتأكدي انه ما في مشاكل بالغدد، ما في مشاكل بالهرمونات، ما في مشاكل بالنقص بالمعادن والحديد خاصة، كل هالأمور لحتى نقدر نكون عم نحكي بطريقة جدية لهيدا العمر، لأنه مش من المفروض انه نهمل هالمرحلة. ألو. 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 ألو بونجور. أهلا. في مجال شارك بالبروغرام؟ أكيد عم بسمعك، تفضلي. ألو بونجور. بونجور. كيفك مدام؟ بخير. يعطيك ألف عافية وعم نصايح الحلوة اللي عم بتقدمي لنا إياها. ثانك يو. أنا اسمي غروب حلامة. نعم. عمري 26. بس حبيت استفسر منك بشيء. انا شعري كثير بطول ليطول، مع العلم انه انا عملت تريتمنت يعني من البنزيل لحمامات الزيت لفيتامينز اخذت، يعني كثير كثير بطول ليطول شعري. اذا في شيء ممكن استعمله ليطول اسرع. لحقلك وعيد القول واكد انه اللونر انرجيتك هيركات عندها نتائج فعالة بهالمرحلة. أنا أحيانا بقص لشي 10 بالنهار، لأنه لما بيكون جوجل حتى لونر كالندر فور هيركات بيبين عندك الديتس يلي هني ار بيست فور هيركات لما بيكون القمر عم يكتمل. وصدقيني من أول قصة
وتقريبا بعد 3 اشهر بتحسي الفرق، لانه الخلايا بالشعر هي بحاجه ل 3 اشهر لترجع تستعيد قواها. ودائما مش بس مقوله قص الشعر هي الفاز المهم، هو المرحله اللي بنقص فيها شعرنا، هي الانرجي الطاقه اللي موجوده، وهيدا الشيء من كذا بلد بالعالم تبنوه وكانت نتيجته جيده. وبذات وقت انا بدعيك لتنتبهي لحميتك الغذائيه، لانك ما توقفي كثير اشياء دقيقة مثل البروتينز، مثل المينرالز، مثل المعادن، مثل الأشياء يلي بتعمل بوستر لصحة الشعر. وموعد جديد وحلقة جديدة كل ثلاثة وخميس، انتروني بشوفكم.